ماريهان حسين خرجت عن صمتها بعد أنباء ارتباط خطيبها السابق بشيرين عبد الوهاب. مش هتصدق قالت ايه وايه رد فعل شيرين بعد اتهامها بانها خطفت رجالة واتخطبت في شهور العدة واتهامها بإهانة العراق. السؤال اللي المتابعين بيسألوه، هل خطفت شيرين عبد الوهاب خطيب ماريهان حسين ولا كل ده مجرد كلام على السوشيال ميديا؟ تعالوا بينا نعرف. لازال خبر ارتباط المطربة شيرين عبد الوهاب من طبيب أمراض نساء شهير يتصدر مختلف ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إنها لحد دلوقتي ما كذبتش الخبر نهائيا واكتفت بس بإنها ترد وتقول يا جماعة أنا لسه في شهور عدة مش هينفع ارتبط رسمي دلوقتي. في الوقت نفسه ظهرت مفاجأة غير متوقعة تتعلق بهوية الطبيب اللي البعض بيقول إن في علاقة عاطفية بينه وبين شيرين، وصرحت مصادر كتير بإن يا حبيب شيرين الجديد هو دكتور نسا شهير وكان خطيب الفنانة ماريهان حسين، وانهم اتخطبوا لمدة 8 شهور وكانوا بيستعدوا للجواز وسابها قبل الفرح بشهر واحد لأسباب لم يتم الاكتشاف عنها، ويمكن ده السبب اللي خلى ماريهان حسين تقرر الاعتزال نهائيا وتبعد عن التمثيل والسوشيال ميديا بسبب تدهور حالتها النفسية. بس الحقيقة ان ماريهان ما اعلنتش لحد دلوقتي خبر خطوبتها او حتى فسخها. ومن ناحية تانية ظهرت انباء بتقول ان شيرين عبد وهاب اتعرفت على الطبيب الشهير ده قبل طلاقها من حسام حبيب بشهر، وهو نفس الامر اللي دفعها لطلب الطلاق، وده كان سبب رئيسي في طلاقها وانهاء علاقتها بحسام ورجوعها للساحه الفنيه وظهورها بحاله نفسيه كويسه، وخاصه بعد ما اتفقوا على الجواز بمجرد انتهاء العده. طبعا ده كان كل الكلام اللي انتشر على السوشيال ميديا الساعات الاخيره، ولحد دلوقتي مفيش حد رد عليه او اكد او نفى. والشائعات دي انتشرت بعد ظهور شيرين عبد الوهاب والطبيب الشهير ده في معظم حفلات الأخيرة وكمان المناسبات العامة والخاصة، وكان أول ظهور رسمي يجمعهم خلال حفلة شيرين الأخيرة اللي أحيتها في دبي احتفالاً بليلة رأس السنة الجديدة 2024. وقال المقربين إن شيرين حرصت على تعريف الطبيب الشهير ده وسط أصدقائها المطربين على إنه خطبها، ورجحوا إن ده الأمر اللي هنتها عليه المطربة اللبنانية نجوى كرم لما قابلتها في كواليس الحفلة، وده حسب ما ظهر في مقطع الفيديو. ألف مبروك على الجو اللي سمعناه على كل شيء. وقالت نجوى لشيرين في مقطع الفيديو اللي تم نشره بتجنني، يعطيكي الف عافيه، الف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شيء. لترد عليها شيرين عبد الوهاب يعطيكي الف عافيه، الناس مستنياها. وطبعا ماريهان حسين في وقت ازمه شيرين كانت حريصه بشكل كبير على دعمها ومساندتها، وده ظهر في فيديو نشرته على حسابها الشخصي بانستغرام، وقالت بنحبك بنعشقك وهنفضل نحبك يلي مفيش زيك، وزي ما قلتي في المسرح انا شيرين، انت شيرين حبيبتي بيت الكل، ربنا يبعد عني كل حاجة وحشة وكل شيء أو شخص بيأذيكي، ربنا يحميكي ويرجعك لكل حبايبك يا حبيبة الكل. بس المفاجأة إن ماريهان حسين حذفت الصورة دي، وده بيأكد كل الكلام، ومش عارفين هل ممكن شيرين ترد على الأخبار دي ولا هتكتفي بالسكوت، وده اللي هنشوفه الأيام اللي جاية.